20 عام يا حاج. اي نعم. ومن خبرتك نتعلمه ومن كلامك نستفادوا ونعرفك باش تقول لي الكلام الصواب والحقيقه يا حاج. اليوم باش تتحصل على رخصه مش اليوم بركه، خلينا نقولوا العوام الاخرى، العشر سنين الاخرى، يضر لي ما تدفعش ما تنجم تعمل حد شيء. تفوع مش ندفع، مش ندفع، طلبوني وما بيتش ولا هكا ملا، طلبوني وقلت لهم لا. انا عمري 90 سنه نصبح نبحث، انا عمري 90 سنه نصبح نبحث، يدفع ريقل روح، انا ما ريقلتش ولا هكا، عندي عام ونص ما نخدمش يا حاج، وتراب يكلوه وسرقوه يا حاج. يكلوولك ترابك وسرقوه، فما شكون يحمي فيهم يا حاج؟ بالطبيعه كما فما شكون يحمي فيهم، اش مي انت انا بالتراب وما نجمتش نخدم. ترابنا ذهب، ترابنا سخون، ترابنا ثروه، لكن تتنهب يا حاج وضعت بين يدينا يا حاج. انا ترابي سرقوه، ترابي، وكان نوريك قداش كلاولي ترابي هاو بالمكشوف، ها اللي انا ما مسيتوش وما وصلتلوش، الناس تسرق فيه اجهار ابهار، اولادي مشاو عروا كلاو المصبط اولادي. انا مريض عام ونص مريض، ما خلش اولادي ضربوهم بالحجر وبالواحد وما خلوهمش في الغوره، معناها في وسط رزقي بالغوره، بالغوره بالغوره بالغوره. ناسك اللي خدمت توا وهربت حفروها، وتوا ولاو يجيبونا في الزبل، يصبونا في الزبل فميكا في الريحه. توا عندنا فلاحه هربت، هربت بطل عند الفلاحه، قال لك من الريحه من لا تويكا في وسط الكاريرات، ها ولاو يجيبوا في الزبل ويحطوا فيها. اليوم رسالتنا الى رئيس الجمهوريه من شاب تونسي صغير برشا عمره 20 بعد 70، اليوم عمل عيد ميلاده 90. كل عام وانت حي بخير يا حاج. احنا كن بخير ان شاء الله، كل عام بخير. الحاجه موجوده؟ موجوده. نعاودوا بواحد اخرى؟ اي نعاودوا نعاودوا نعاودوا. امريكل به حاج، شنو الخدمه نتاعك؟ خدمتي احنا من اللي نعرفوا تخلقنا هي خدمتنا في الرمل. كنا نعطيك تاريخ، تاريخ كبير. بديت الرمل انا نخدم على الساس وفي النهار، نهز البهيم، ما كانتش فما كاميونات، فما ويدان، نمشي نطلع في الرمل على من الويدان على البهيم. حتى وصلنا لهنا وقت اللي حلوا الترقاوات والوتوروت، تلاقيت انا وسي علي القماطي. انا عام هذا. ها؟ هذا ما هاته نقول لك انا عام. انت علي القماطي والطاهر هو، وتفهمنا ودخلنا معنا عبد القادر درويش وشرينا تراكس في اربع من الناس. انا عام، انا فيها. عام حاج فرنسا هنا ولا روحي؟ انا عام في عام 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 80. به عام 80. 80 صغير ما زلت. 80 عمر وقتها 60 باهي العمر. ايش تحب؟ الامور مريقلة عام 80 يا حاج. الحمد لله. خدمنا وربحنا وصورنا. من قديم الزمان قالوا الرمل نتاع برج حفيظ ذهب. هالذهب هذه يا حاج ضاعت. هالذهب هذه تتسرق يا حاج. شنو السبب؟ السبب هو السبب العباد اللي المسؤولين هذوما على الكريالات. هاك السبب شكون؟ هاكم هما السبب. على خاطر يجيو للناس يخليهم يسرقوا في تراب الحاكم وفي تراب الناس. انا ترابي سرقوه، ترابي، وكان نوريك قداش كلاولي ترابي هاو بالمكشوف، ها اللي انا ما مسيتوش وما وصلتلوش، الناس تسرق فيه اجهار ابهار، اولادي مشاو عروا كلاو المصبط اولادي. انا مريض عام ونص مريض، ما خلش اولادي ضربوهم بالحجر وبالواحد وما خلوهمش في الغوره، معناها في وسط رزقي. بالغوره 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 وبالغوره. والحاكم يجي، مشيت انا بيدي من بعد خرجت المريض ومشيت حتى للمركز بيدي، وقلت يا فلان هاو توا فلان، عيطت لعند المنفذ
وجاء لعند المنفذ نلقاهم خرجوا التراكس على برا والعباد وقفت لي يعني طافل. قال لي ايش تحب شنو اللي طالب انت؟ قال لي قلت طالبك اللي انت تخدم لي في رزقي. ها غاروا لك على التراب نتاعك تبيعوا فيه؟ ترابي معناه يا جهارة بغاري يهزوا فيه، فهمت؟ بالذراعي يهزوا فيه. يا حاج لهنا وليت غابة يا حاج. الله غالب يا اخوي. أي اليوم يا حاج اليوم نرجع لك للكلمة الباهية الأولى، قلنا ترابنا ذهب، ترابنا سخون، ترابنا ثروة، لكن تتنهب يا حاج وضعت بين يدينا يا حاج. على كل حال احنا نتسماه واستحفظنا عليه، حتى خدمناه بتخامة، معناه بنظافة نغسلو ونبيعو بسوا مخرى، ماناش نطيشو فيه وهكا وبرا يا حاج. اي عشت 90 عام يا حاج. اي نعم. ومن خبرتك نتعلمو، ومن كلامك نستفادو، ونعرفك باش تقول لي الكلام الصواب والحقيقة يا حاج. اليوم باش تتحصل على رخصة، مش اليوم بركة، خلينا نقولوا العوام الأخرى، العشر سنين الأخرى، يظهر لي ما تدفعش ما تنجم تعمل حتى شيء. تدفع مش ندفع؟ مش ندفع، طلبوني وما بيتش، ولا هكا ملا طلبوني وقلت لهم لا، أنا عمري 90 سنة نصبح نبحث لا، كيف نبطل وكيف نبطل هالخدمة؟ شي ندب يا حاج. ها شي نبطل هاني معنى هاك تخسر فيه فاش نخدم تو باش نسكت في كليوناتي. ها وما تقدموش بيا قضايا نجم ندخل الحبس، ومعناه عندي كونترات، ومعناه مش هنا في تونس، كان في تونس ميساج في فرنسا يزمن الحكم طار ولا لا، عامل كونترات هكا كان نار وهامش عامل مصحح على الكونترات. واللي دفعوا مريقلين بالطبيعة اللي يدفع ريقل روحه، أنا ما ريقلتش ولا هكا، عندي عام ونص ما نخدمش يا حاج، وتراب يكلوه وسرقوه يا حاج. اللي كلوولك ترابك وسرقوه فما شكون يحمي فيهم يا حاج؟ ايه بالطبيعة فما، كما فما شكون يحمي فيهم؟ اشمي انت انا بالترابي وما نجمتش نخدم، انا بالترابي شو ديشي مروحين كاميونات قلت لهم جيبوا الديشي خليني نعاود الغربال، هاو شاري غربال هاو تمشي تشوفوا 600 مليون الغربال اللي شريته باش يغربل في الديشي، فهمت؟ هاو انا في الماكينة الأخرى، ها؟ وليت نجر في الديشي من الكاريات. ها باش نعاود فيه نغربل فيه هنا باش نسكت كليوناتي هكا وهكا في البر وفي اليوم يا حاج. شو تيفير تخدم لعندي، نعسان من عندي، جماعه طلعنا شنو صفاقس من عندي، شيشوارات الكل من عندي. واليوم جاوك الالمان يا حاج، راني في بالي. ها فهمتي جاوك الالمان ولا توقيف الاشغال؟ يبعث لي مع الحرس يقول لي صح لنا اللي جاتنا ورقه قلت انا واقف عندي عام ونص واقفين توا مش واقف الرجال توقف هذا صحيح لك الديات هاك واقف على الاشغال واضح. يظهر لي الشهاده اللي سمعتوها من الحاج عمره 90 فنا حياته في خدمه الرمل، كحكي على واقع الرمل في تونس. الرمل في تونس مانيش باش نقول لكم الافضل في العالم، احنا رملنا كما سيناه في مصر، كما الرمل الموجود في البرتغال، وكما الرمل الموجود في أوروبا الشرقية. الرمل متاعنا 400 بي بي ام يا جماعة الوزارة، كان تفهموني مانيش باش نقول لكم 100 بي بي ام ونعطيكم أرقام خيالية. الرمل متاعنا في إيطاليا يتباع ب 27 أورو، وفي تونس يخرج ب 15 بركة. رملنا يتمعشوا منه الأجانب وإحنا ما نستفادوش منه، رملنا تخرج منه المليارات يوميا تمشي للبارونات وتمشي لبرا في طرق ما نعرفوهاش وما تدخلش للبنوك. بسبب من؟ بسببكم أنتم الوزارات اللي امتنعتوا على إسناد الرخص، عدم إنجاز الرخص، وأيضا عدم إيقاف الناس اللي قاعدة تسرق وقاعدة تنهب وقاعدة تستغل. ورسالة أخيرة إلى أملاك الدولة، على أي دولة نتحدث؟ وإلى اليوم الرمال من أرض الدولة تسرق. أنا نحكي في الريبورتاج هذايا ممكن نجم نلقاهم في اثنين يستناو، لأنه بلاد الغورة وبلاد الفكين وبلاد آلاف الشاحنات اللي تتحرك
في الليل، الحاكم يجي يروحوا، الحاكم يخرج يخرجوا، وكلام باش نقولوا يظهر لي في الريبورتاج هذايا إمارة برج حفيظ حلوا الملفات.